بث تلفزيون البحرين يوم أمس برنامجا خاصا حول تضحيات شهداء الواجب الوطني، وخلال استضافة سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، أكد سعادته أن مملكة البحرين تدعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، وأكد العرادي أن إجراءات مملكة البحرين تأتي ضمن سياستها في الوقوف مع الأشقاء وقفة بطولية في أرض المعركة. الحوثي الغاشم والذي يعني البحرين تشارك المملكة العربية السعودية وتشارك كذلك شقيقاتها، من الذين رأوا بأن هذا واجب على دول مجلس التعاون أن تردع هذا التمدد من هذا الكيان الغاشم. نعم. الذي يريد أن يستهدف ليس فقط البوابة الجانبية للمملكة العربية السعودية، ولكنه يمثل مشروع في المنطقة، وهو إصبع لدولة ضالعة كذلك في نشر الإرهاب، وبالتالي كان واجبا على قوى الدفاع البحرين أن تشارك شقيقاتها، وكذلك لأن ذلك هو ضمن سياسة مملكة البحرين، فأن تقف مع الأشقاء وأن تقف مع الأشقاء وقفة بطولية دائما، أن تشارك بالنفس وتشارك بالسلاح وتشارك بأن تكون على أرض المعركة. من جانبه قال سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب إن قوة دفاع البحرين وجنودها البواسل هم خط الدفاع الأول الذي يحافظ على مقدرات الوطن. أنا أود حقيقة أن أعبر عن فخري واعتزازي بإنجازات قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها إلى يومنا هذا في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار لمملكة البحرين ولدول الخليج، ومشاركتها كذلك في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نعم. وأؤكد أن قوات دفاع البحرين وجنودها البواسل هم الدرع المنيع وخط الدفاع الأول الذي يحافظ على مقدرات ومكتسبات هذا الوطن العزيز والذودة عن حياضه. ورأينا أن جميع منتسبي قوى الدفاع البحرين من الضباط وضباط الصف والجنود قدموا أروع الأمثلة في الفداء وفي التضحية. وفي ذات السياق قال الكاتب الصحفي السيد محمود المحميد أن الشعب البحريني أثبت بأنه أسرة واحدة في هذا الحدث المفجع، حيث سطر الشعب ملحمة وطنية. خبر مفجع، الخبر كان محزن، ولكن أثبت الشعب البحريني هو أسرة واحدة، كلمة واحدة، الكل تجمع، الكل كان يتابع الأخبار، والكل قاعد يتفاعل مع هذا الحدث. نعم. الكل كان يتسابق إلى حضور صلاة الجنازة، الكل اللي ما حضر يبغي يروح أيضا يعزي إلى في مجلس التعزية، الناس تطرش حق بعضها بعض، فهناك ملحمة وطنية شهدناها في هذا اليوم. لا شك أن التعامل الحكيم لجلالة الملك المعظم في هذه المحنة أثبتت أن أيضا البحرين اختارت الخيار الصعب وهو السلام. نعم. الحرب خيار سهل، ولكن السلام هو الأصعب، لأنك تبني وتعمر وتثقف الناس ويكون الرابح في جميع الأطراف. نعم. في الحرب طرف رابح طرف خسران، ولكن في السلام الذي اختارته البحرين، اللي دائما جلالة الملك يقول أن السلام هو خيارنا الاستراتيجي. من جانب آخر أوضح الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ أن الحوثيين قاموا بالغدر أثناء الهدنة وفي وقت تظهر فيه بوادر إيجابية ترتبط بالمفاوضات. صحيح أنه على خبر مفجع بالنسبة لنا. نعم. شباب بحرينيين في عمر الزهور تركوا عوائلهم لتأدية الواجب. نعم. للدفاع عن حدودنا العربية، لرد الاعتداء اللي يحصل من الحوثيين، وأخذوا على حين غروا في عملية غادرة في وقت اللي احنا نتكلمنا فيه هدنة. نعم. وفي وقت اللي كانت في مفاوضات وكانت البوادر إيجابية، لو نذكر قبل 10 أيام. نعم. فالمفاجأة والمباغتة هذه كانت صدمة طبعا، استياء ما أقول لك بس البحرين، نتكلم على مستوى العالم، أي إنسان عاقل حصيف ينبذ العنف، ينبذ الكراهية، ينبذ الإرهاب، أدان هذا الموقف. اليوم نتكلم عن دول الخليج ابتداء طبعا من البحرين، جيران العرب المسلمين، نتكلم عن مجلس الأمن الدولي، هذه أقل ما يعني يقوم به المجتمع الدولي إدانة هذا الإجرام.